يا كابتن هداف في المرمى صفت الأهداف تبقى دوما في الأوصاف مثال الشاب الناجح. رابح بطل حر عربي قد أصبح رمزا في اللعب. رابح بطل حر عربي قد أصبح رمزا في اللعب. جوليان لوكا والأجنحة طريق جولاته رابحة. جوليان لوكا والأجنحة طريق جولاته رابحة. بتوجيه من رابح بتوجيه من رابح. رابح يا كابتن هداف في المرمى صد الأهداف تبقى دوما في الأوصاف مثال الشاب الناجح. وها هو روبسون يطبق وها هو بيرتين يدرب. وها هو روبسون يطبق وها هو بيرتين يدرب. وها هي دي أن الصديقة وها هي كاترين الرقيقة. وها هي دي أن الصديقة وها هي كاترين الرقيقة. رفاق الكابتن رابح رفاق الكابتن رابح. رابح يا كابتن هداف في المرمى ست الأهداف تبقى دوما في الأوصاف مثال الشاب الناجح. نابولي ما معنى ذلك؟ سيزار سمعت أن الكابتن سيشترك في هذه المباراة فإذا تدربنا جيدا يمكننا اللعب ضده. تبدأ الآن المباراة الثانية من دورة الكرة الشبابية في استاد فيتوريو بين أفضل الفرق الوافدة من جميع أنحاء إيطاليا يرافقها الأمل في الفوز ويشتد التنافس بين فريقي جنوى الذي يقوده رابح وفيرنس المعروف بمناعة واستماتة دفاعه. فاز فريق جنوى في المباراة الأولى مع أنه افتقر إلى التنظيم وواجه مقاومة عنيدة من فريق روما ويواجه الآن فريق فيرنس المعروف بدفاعه الصلب والذي يتحفز لهزيمته في هذه الدورة. هاي لوكا أرسل الكرة للمهاجمين. تمريرة سريعة من رابح قلب هجوم جنوى من كرة مقطوعة ويعطي التعليمات وقد استفاد من مباراته ضد فريق روما وسيركز حتما على تنسيق ألعاب الفريق. جيد تابع بهذه الطريقة يا رابح الأهم من دورك كقلب هجوم دورك ككابتن يعيد تنظيم الفريق. لست موافقا جيد أن يتعاون اللاعبون لكن رابح قلب هجوم ولا بد له من استخدام رمية أكيلة. أيها المدرب بيرتيني أرجو أن تكون قد تكلمت مع اللاعبين أمس. تكلمت معهم لكنهم كادوا يتقاتلون. ماذا؟ لكنني أرجو أن يلعبوا اليوم بطريقة أكثر تضامنية فلنأمل أن يتحقق ذلك خاصة أنه بعد المصارحة أمس تصفو القلوب. وصل الكرة إلى رابع. حسناً. ويمرر برونو الكرة دون أن يسدد. ألفريدو. إلى رابع. اسمعوا إن الدفاع خاص من أصلبون كما هو معروف. لوكا اذهب واخترق دفاعهم بتعاون مع نينو وريكو. هيا تقدم. ويناضل لاعبو جنوى ويركضون نحو المرمى مستغلين كرة الأخوين بيانشي العالية. ماريو ورانزو إلى مقدمة المرمى هيا.
إلى ماريو مارينزو أمام المرمى، لكن أغلب لاعبي فيرنز يحتشدون أمامه. استدرج ماريو دفاع فيرنز ثم ركل الكرة جانبا. والآن لنسجل هدف. أول أهداف فريق جنوا حققه رينزو وماريو. جيد، هدف جيد. ويجب أن نقول أيضا أنهم يلعبون كفريق متجانس. أحرزت هدفا رائعا رينزو. أحسن أحسن. شكرا. ترى ماذا كنت ستقول لو وضعت هذه الفرصة، خصوصا بعد كل هذا التدريب؟ لا يبدو دفاعهم صلبا، لكننا إذا واظبنا على اللعب الجماعي فلن نخشى شيئا بالتأكيد. اعتمدوا على دفاعنا، صحيح ألفريدو؟ بالتأكيد برونو. أصدقني القول يا برونو، ألم تكن ترغب في إحراز ذلك الهدف بنفسك؟ سأريك كيف أسدد أثناء النهائي. شدوا هماتكم ولا تتراخوا. ألفريدو يلعب ببراعة. سننتقل بإذن الله إلى الدور النهائي لأرد على تحدي الكابتن، وسأعبر له عن امتناني لما دربني عليه بأن ألعب ضده بكل طاقاتي، وسأبذل جهدي ليربح فريق جنوة، خاصة وأنهم لطفاء جدا معي. سأصل إلى الدور النهائي وسأنتظرك يا سيزار. هيا سوف نتقابل في الدور النهائي يا كابتن سيزار. المباراة الثانية ضمن مجموعة باء في ستاد سيمبيون، حيث تحدث مفاجأة غير متوقعة. فقد برهن فريق نابولي عن قوة ساحقة بعد فوزه على فريق تورنتو 2-0 في المباراة الأولى ضمن المجموعة باء. أما الآن فإن فريق تورنتو يشدد الحصار على مهاجمي نابولي بمن فيهم سيزار، وانقضى الجزء الأكبر من الشوط الأول، إلا أن نابولي لم يسجل أي هدف بعد. ما هذا؟ سيزار، يريدوننا أن ندخل مجال التسديد، فلماذا لا نتبادل الكرة لتلعب بفردية أقل؟ إن لم تمر من خلال هذا اللاعب فلا تستحق أن تصعد إلى الدور النهائي. حسنا، سأفعل ذلك. عني. ضربة جزاء ضد ريكاردو. ماذا؟ ماذا؟ لم يرى ذلك الحكم. أنت عرقلتني أولا. هذا ممنوع، يرفع الحكم بطاقة صفراء بسبب سلوك ريكاردو العنيف. عودوا إلى المرمى، هيا. لا، إنني آت.
مهاجمي نابولي وألقاهم في خطأ التسلل، وقد واتتهم الفرصة الآن بفضل هذه اللعبة الذكية. لعبة ذكية. إن غرور نابولي بقدرته على الهجوم قد انقلب عليه. خطأ آخر على ريكاردو. لقد تعمد الخطأ، لن أسمح بذلك. اصبر ريكاردو اصبر، يريدون إثارة أعصابك. أوه ريكاردو، ويرفع الحكم البطاقة الحمراء ضده، وبما أن الخطأ حصل في منطقة الجزاء فستكون ركلة جزاء لصالح تورنتو، ويقوم سيرجيو بتلك الركلة. هدف، ويسجل الهدف الثاني، وهكذا ينتهي الشوط الأول، وقد أبلى تورنتو بلاء حسنا، وسيضطر نابولي إلى اللعب بحسب اللاعبين بدون ريكاردو في الشوط الثاني، إلا أن الأمل باستجدار كبير، وأمامهم مباراة صعبة حتما. متى يريدونني أن أنتظر هذا الشخص؟ في الوقت المناسب. يلعب فريق جنوى الذي أحرز هدفين في الشوط الأول بطريقة مختلفة عن المباراة الأولى، ويسيطر على الملعب بفضل تعليمات الكابتن رابح الذي اتخذ مركزه في وسط الملعب وأصبح ينظم اللعب منذ الشوط الثاني من تلك المباراة. كيف يمكننا أن نخترقهم والحال كذلك؟ رينزو أعد الكرة إلى رابح، لن يصب عليه أن يخترق جدار دفاعهم البنيع. هيا. حسناً رابح. والنتيجة 3-0. وأخيرا سدد، رائع يا رابح. سنواصل هجومنا. رابح ما رأيك لو تلعب مهاجما ثانية؟ ماذا؟ أجل يا رابح، لم يعد هنالك من خطر. لا يجب أن تظل في الوسط، صار بإمكانك اللعب كمهاجم. إذا عدت للهجوم ثانية سنلعب بأسلوب جنوى الرائع. موافق. الشوط الثاني، ويواجه فريق نابولي المشاكل لأنه يلعب بعشرة لاعبين فقط، وسجل عليه خصمه هدفين مقابل لا شيء. لا يصد سيزار مستميتا كرة من تورنتو. هدف، ويسجل تورنتو هدفه الثالث ويسبق نابولي. فهل يأس نابولي من الفوز؟ الواقع أن هذا مؤشر على الهزيمة. سألعب ضد جنوى وأهزم رابح، ولكن يجب ألا أهزم الآن. لقد تأخر. أنا آسف يا صديقي، إذ جعلتك تنتظر، ولكن لا داعي للقلق. سيزار، بادر إلى الهجوم لتحقيق الفوز، هيا. لا، هذا غير صحيح. مستفيدا من عامل الوقت يبدل نابولي لاعبيه، واللاعب الجديد وهو حارس المرمى واسمه فولف من ألمانيا. فات أوان تبديل حارس المرمى، الحل الوحيد هو الهجوم وإحراز الأهداف. إلي. هيا.
لن يستطيع إيقاف الكرة وإن كان ضخم الجثة. إليك هذا. يتحرك فولز حارس المرمى القوي البنية بحيوية كبيرة، فيقفز أولا ثم يمسك الكرة بيده. أيها الوسيم، هل أنت سيزار؟ إذا كان خصمكم ضعيفا فعار عليكم ألا تحققوا أي أهداف. حققنا 3 أهداف. إذا كنت هدافا فعلا فعليك أن تتخلى عن الدفاع وتهاجم في صميم المرمى. حسنا، إذا انظر جيدا إلي. صاروخية. لقد برهن عن قوة الرمية الصاروخية التي طورها منذ دورة كأس جنوة. أرأيتم ما يحدث عندما تنوون الهجوم؟ أما أنا فسوف أحمي المرمى بكل ما أتيت من قوة. ما أغرب هذا الشخص، من أين أتى؟ نزل فولز إلى الملعب حتى فشلت كل هجمات تورنتو وتحول سير المباراة، ولم يؤثر نقصان عددهم على قوة هجماتهم، واستطاعوا أخيرا أن يقتربوا من التعادل. تحركوا لإفشال خطة سيزار. سيزار انتبه، هدفه أن يحقق ضربة جزاء. هذه اللعبة لن تنفع مع الرمية الصاروخية. هدف! هدف! النتيجة 3-3، وأخيرا حقق نابولي هدف التعادل. لقد عاد رابح إلى مركز الهجوم وحقق رمية أكيلة وأحرز هدفا جديدا، والنتيجة 4-0 لصالح جنوة، وهذا بفضل اللعب الجماعي المنسجم الذي يؤديه اللاعبون لمساندة رابح. هذه المرة أحقق هدفا حتما. سيزار هيئ نفسك. ماذا؟ يهجم حارس المرمى إلى سيرجيو. ماذا يريد؟ سيزار في الهواء ويلتف نحو الكره.
الشوط الثاني. أعرفك إلى فولز الذي يلعب مع فريق فوكر بريمن الألماني المحترف، وهو ينوي أن ينضم رسميا إلى فريق نابولي سورنتو وجاء ليلعب معنا. صحيح، لقد قدم عرضا رائعا ولن يهزمنا أحد. جئت لأحقق الفوز لكم وسننجح. إذا انتقل فريق نابولي أيضا إلى الدور النصف النهائي. بدأت المباراة حامية وكانت النتيجة 3-0، ولكن ما إن نزل فولز إلى المرمى حتى انقلب الموقف. ساعدهم حارس المرمى على الفوز؟ ساعدهم حارس المرمى أم لا، المهم أن سيزار سينتقل إلى الدور النهائي. يجب علينا أن نفوز في مباراة الغد أيضا حتى نستطيع مواجهة سيزار. أجل صحيح. لوكا، مكالمة هاتفية من أبيك. ماذا؟ أبي أنا؟ غدا الدور نصف النهائي، ترى ماذا يفعل كل من جوليان وكاترين في هذا الوقت؟ أجل، سأبذل جهدي، ألا تأتي لتشجيعي غدا؟ سأنتظرك غدا، ماذا؟ هل تريد أن تحدثني في أمر مهم أكثر من كرة القدم؟ ماذا؟ شيء محزن، تحت أمرك، أرجو حضوركما غدا إلى اللقاء. ما به لوكا؟